السلام عليكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وفي صحه جيده كما قاعدين تشوفوا باش نعملوا قوارب الباذنجان المحشيه وصفه سيفي خفيفه وبنينه ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم نستحقوا زوز كعيبات باذنجان ونستحقوا طماطم كعيبه كعيبتين طماطم قرايم فلفل شويه بصل مقصوصين طروف ونستحقوا شويه سكالوب ونستحقوا جبن بعد للديكوراسيون واول حاجة نعملوها باش نقسمو البتنجان على زوز الكعبة غسلتها وقعدت فيها التيكية هاكا <applause> نحيتها نقسمو هكا الكعيبة متاعنا على زوز ونكملو الكعيبة الاخرى ومن بعد باش ناخذو السكينة ونعملو لهم ذريبات من داخل كيما قاعدين تشوفو ونعطيوهم دهنة بزيت زيتونة وندخلوهم للفور مدة عشر دقايق على ميتين درجه كما قاعدين تشوفوا صدقوني البنات وصفه بنينه وخفيفه وسهله ما هيش صعيبه ان شاء الله تجربوها كما قاعدين تشوفوا زيد نعطيها هكذا دهنة صغيره زيت زيتونة ولا زيت قطانية المتوفرة عندكم وندخلوها للفور رشة ملح ما ننساوهاش وطوى باش نأخذ شوية زيت في المقلة وباش نقلي اسكالوب خاطر اسكالوب ياخذ وقت اكثر من الخضرة باش يطيب نقلي اسكالوب ونحط معاه شويه ملح فلفل اكحل ونزيد معاه شويه مش برشا تابلو كرويه كما قاعدين تشوفوا اسكالوب مقصوص مكعبات معناها مقصوص قطع صغيره ماهوش كبيره باش في ساعتي بنا ويعطيكم الصحه لبنات الكل تشجعوني ربي يباركلكم يا ربي الناس الكل شويه ملح شويه فلفل اكحل نطيبوهم وفي نفس الزيت بعد من كي ما نحي الاسكالوب كما تشوفو شويه تابلو كرويه كورياندا في نفس الزيت من بعد ما نحي الاسكالوب كي باش نحط تك الطماطم والبصل والفلفل يتقلاو مع بعضهم شوفوا هاك المنظر ما شاء الله شهي هو في المرحله هذه وتنجم تاكلو كما قاعدين تشوفوا طاب في نفس الزيت بشكل الخضرة تتشرب النكهة متاع السكالوب والفحات اللي جات من قبلها تزيد تعطيها جو أكثر وأكثر شوية ملح وفلفل أكحل مش برشا شوية تابلو كروية نقليوها هكاكا نقعدو نقليو فيها ونزيدوها مغير فطماطم ما هيش عاقدة عندي انا صوص طماط حاضرة هذي بوري طماطم فوالا ما هيش عاقدة شفتوها ونطيبها ومن بعد كيما تشوفوا اكل منظر ما شاء الله هي شاهي توا ديجا حاضره للاكل <applause> وهذه الصوص نتاعنا وطوا باش ناخذوا اكاك عيبات الباذنجان نفرغوهم ديجا نحنا قصيناهم بالسكين قبل ما يدخلوا الفور نفرغوهم من الحشو نتاعهم هذاك وهذاك باش نزيدوه للصوص باش نزيدوه للصوص نخلطوها شويه شفتوا باش نزيدوه توا للصوص اللي حضرناها مسبقا خلطناه وطوا باش نعاودو نحشيو كعيبات الباذنجان متاعنا وتوا كملنا حطينا الصوص باش نحطوا هكا شويه السكالوب اللي طيبناهم ما نحكي لكم مش على الريحه اي حاجه بنينه ريحتها ما شاء الله كيما قاعدين نشوفوا كملنا باش نعطيوهم ذريبه جبن اللي عندك رش جبن المتوفر عندك تنجم تحطه وندخلوهم للفور حتى لين يذوب جبن ديجا خاطر كل شي طيب وتوا خرجناهم شوفوا كالمنظر المزيان ما شاء الله والبنه حي خفيف يعمل ستة وستين كيف وهذه جارليك سوس ان شاء الله تو نهار نعمل لكم وصفتها سهلة زيدا ما صعيبة نعملوا هكا ذريبة جارليك صوص ويكون عنا حين ما شاء الله فيه المكونات الكل فيه البروتين فيه الالياف فيه الفيتامينات فيه كل شيء يصلح للعائله الكل ان شاء الله ان شاء الله جربوا الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم ويعطيكم الصحه الناس الكل على تشجيعي واستنوني ان شاء الله في فيديو اخر وفي امان الله سلام